وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظكم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكروا لي والديك إلي المصير. حسبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقرآن المجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. حسبك. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ما شاء الله.